المدينة العتيقة في عنابة حضارات تعاقبت فصنعت تاريخا يحاكي الأجيال. فيما يخص المدينة العتيقة في عنابة فيها كثير من المعالم التاريخية، مجد الباي مثال، عندنا مجد أبي مروان الشريف، عندنا فيها دار القاضي، عندنا فيها كذلك دار الخوجة، عندنا كذلك فيها ساحة البلاس دارم، هذه اسمها البلاس دارم. هذه عنابة فاتت عليها 6 حضارات نقولوا، وعنابة ماهيش كما يقولوا هم، يقولوا بحر وجبل، نوع عنابة تاريخ. دار الحاكم أو قصر العدالة إحدى المعالم بالمدينة. احنا دار القاضي في المدينة القديمة والمدينة العتيقة، وكما يعرفوها العنابة وأهل بونا لابلاس دارم، هذه من أقدم دار قضاء في هذه المدينة. مسجد صالح باي بقلب المدينة العتيقة شاهد على نظام الفتوى، منارة للمذهب الحنفي وأخرى للمذهب المالكي. هذا المسجد بني سنة 1792، يجد المفتي الذي يتبع المذهب المالكي وهو مذهب أهل المغرب العربي، يجده تحت الصومعة ذات المربع، والمذهب الحنفي العثماني تحت الصومعة ذات الطراز العثماني، فمباشرة يقصد المفتي الذي يبتغي عنده فتوى. بلاس دارم، التسمية المشهورة لدى العنابيين، تراث وتاريخ وتعاقب حضارات.